بنحلم لبكره. اهلا بحضراتكم على الهواء. قبل ما ارحب بضيفي العزيز هقول بس حاجه سريعه جت على الموقع فعلا, او هي اكشولي في حاجتين. حاجه اولانيه ان في احد الساده المشاهدين على الموقع بيلومني بيقول لي انت ما قلتش التاريخ الهجري والنهارده تاريخ هجري مش عادي. ده صحيح, النهارده اول ايام شهر ذي الحجه الشهر الفضيل. كل سنه وحضراتكم بخير والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها بخير, ونحن مقبلون على ايام طاهره ورائعه, ويا بخت كل اللي ربنا كتبها له موجود في الاراضي الحجازيه دلوقتي انتظارا لاداء فريضه الحج, ورب يكتبها لكل اللي نفسه فيها باذن الله. النهارده 1 ذي الحجه 1431 من الهجره, دي اول واحده. ثانيا مش عارف الخبر ده سمعتوه ولا لا, بس وزير التربيه والتعليم الدكتور احمد زكي بدر قرر ان تكون اجازه عيد الاضحى اجازه بجد, اجازه محترمه من الجمعه للجمعه. انتوا عارفين ان العيد ان شاء الله يوم الثلاث, اي ان الوقفه هتكون يوم الاثنين. فكان العادي زمان وقت وزراء التعليم قبل كده كان يقول لك لا الناس تروح يوم الاحد. يا عم طب يعني هياخدوا جمعه وسبت وبعدين يروحوا الاحد ويرجعوا يقعدوا خمس ايام, ايه الحكمه من يوم الاحد؟ يعني هياخدوا الشفه بتاع التعليم يوم الاحد؟ كان يقول لك لا لازم يروح. دكتور احمد زكي بدر قال لك مفيش منطق, وياخدوا اجازه محترمه اللي عايز يسافر مع اهله, اللي عايز يراجع دروسه, واللي عايز يعمل اي حاجه في حياته. اذا اجازه المدارس في عيد الاضحى ان شاء الله من الجمعه الى الجمعه. المدارس اللي بترجع السبت هترجع السبت, والمدارس اللي بترجع الحد ترجع الحد. شكرا يا دكتور, هو ده روح القانون. لكن فكره العند مع الطلبه دي كانت بتخبطنا في الحيطه. الاستاذ عبد الله كمال الكاتب الصحفي المعروف ورئيس تحرير مجله وصحيفه روز اليوسف, اهلا بك يا استاذ عبد الله. مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين ومشاهدين بخير وانت بالصحه والسلامه, وان شاء الله الجايه السنه الجايه نبقى على عرفه سوا باذن الله. ولا طالع السنه دي؟ لا للاسف السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. قبل ما أبعد حضرتك أنك ضيفي في صفحة من صفحات الملف اللي أنا فتحه في برنامج مصر النهاردة تحت عنوان الصحافة الخاصة في مصر ما لها وما عليها, وابتديت من حتى قبل الثورة من بدايات الصحافة الخاصة في مصر وتاريخها ومرورا بالقرن العشرين ووصولا إلى 2010 دلوقتي, واستضفت نخبة من الكتاب والمثقفين وأصحاب الرأي والمقام في هذا الموضوع. بس قبل ما أكلمك عن الصحافة الخاصة عايز اكلمك برضو انتهازا للحدث الاهم وهو الانتخابات اللي موجود, وقبل ما اسالك عن اللي حصل النهارده عايز اسالك عن اللي انت عامله بكره. انت كاتب مقاله اسمها لا حياد في الانتخابات. لا حياد في الانتخابات, انا ده يمكن يبقى احد محاور المناقشه اللي بيننا في, لو سمحت لي, هتبقى في موضوع الصحافه الخاصه. انا بتكلم على, انا للاسف ما جاليش بس كامل الوقت ان انا اقرا المقاله بس توقفت قدام العنوان لا حياد في الانتخابات. فيما يتعلق ب, انا بتكلم على الموضوعيه المزيفة وعلى الادعاء بانه في عدم, في انه ما فيش انحيازات واشياء من هذا القبيل. انا بتكلم على انه هذه المعركة الانتخابية فيها اختيار ما بين اثنين, ما بين مشروع الدولة المدنية, وهذا هذه المشروع الدولة المدنية بتدافع عنه كافة الاحزاب القانونية, وما بين مشروع الدولة الدينية الذي تتبناه مجموعة من المرشحين الذين يأخذون صفة مستقلين كأفراد لكنهم ينضوون بشكل ما تحت إطار جماعة غير قانونية تستخدم الديمقراطية من أجل أن تهدم الدولة التي تقوم عليها الديمقراطية عبر مشروع الدولة الدينية. وبقول موجها كلامي بالذات للصحافة الخاصة بالتحديد أنه هذا التوقيت ليس توقيتا يمكن الادعاء فيه باننا موضعيين او ان لدينا مصداقيه. الكتل الحقيقيه المعترف بها من اللجنه العليا للانتخابات ومن القانون هي الاحزاب. أصبح المسانده التي تجدها الجماعه غير القانونيه التي تتبنى مشروع ضد الدوله التي صدرت بموجبها تراخيص تلك الصحف, ده انحياز لمشروع ظلامي ومسانده غير مطلوبه في هذه الانتخابات. ومن ثم على هذه الصحافه ان تعلن بوضوح انها لا تحايد في هذا الاختيار بالتحديد, وان الحياد فيما بين الاحزاب وليس بين هؤلاء الناس. طبعا انا مش عايز اجادل حضرتك في الفكره ان ده مقال وده يعني رايك وفكرتك وانت تمام. مسؤول عنها طبعا. لكن واحدة من المعايير اللي يعني يمكن تنضم شوية لوجهة نظرك هي فكرة الحكم القانوني بأن ما فيش شعارات إسلامية خلاص, فده بيشيل مظلة من عليهم. ده أحد الأمور اللي بيقرها الدستور في مادته الخامسة, والجدل حوالين هذا الكلام هو جدل سوفسطائي بيستهدف إلى مزيد من الترويج لهذه الجماعة غير القانونية التي يوجد داخلها حتى الآن طيارات عريضة
لا تكفر التفاعل السياسي داخل المؤسسات البرلمانية وترفض أصلا فكرة الانتخاب، ولكنهم يلجؤون إلى فكرة الانتخاب على سبيل الانتهازية السياسية من أجل تحقيق أغراض بعينها. طيب. والأمثلة حوالينا عديدة. طيب اسمح لي نتوقف، لأن في النهاية لست أنا في حل الرد عنهم وهم مش موجودين ومش موضوعنا. تمام. لكن الشيء بالشيء يذكر، بما أننا بنتكلم عن الانتخابات وحضرتك كادر مهم في الحزب الوطني الديمقراطي بخلاف وجودك الساحة الصحفية، في ناس كتير مش فاهمة الدوائر المفتوحة اللي اتسابت. يعني زي ما انا قلت في المقدمة، النهاردة في اعضاء في الحزب الوطني في منتهى السعادة وفي ناس في منتهى الحزن. ده منطقي، من اصابه الدور سعيد ومن لم يصبه الدور سعيد، لكن في ناس مش عارف يفرح ولا يزعل، اللي هو عارف اللي واقف على السلم، يجتهد اصحاب الدوائر المفتوحه يجتهد. بمعنى يعني تفتكر الحزب فلسفته ايه في ترك هذه الدوائر المفتوحه؟ هو تكتيك انتخابي مفهوم. اولا هو واضح انه موجود في عشرات من الدوائر. الصوره طبعا هتتضح لانه الحزب حارس على انه ما يقولش المعلومات بشكل كامل. خليني اقول لك ان انا بتكلم بصفه صحفيه لانه الصفه الحزبيه لا تجوز دلوقتي. انه في اكثر من 750 مرشح على 508 مقعد، ما يعني انه في مش اقل من 10 دوائر فيها 4 مرشحين. عشرات من الدوائر فيها ترشيح ثنائي وترشيح ثلاثي. مظبوط. اعتقد انه في استهداف الى اكثر من نقطه. واحد، انه اذا تساوت المعايير في المجمعات والاستقصاءات والانتخابات الداخليه في الحزب فيكون الراي للدائره، وده مش مترك بشكل مطلق وانما يخضع لانضباط حقيقي استنادا لمعايير جغرافيه. يعني لا يعني المرشح الذي يجد الى جانبه مرشح زميل من الحزب الوطني ايضا تاكد انه ده لديه كتله تصويتيه في مكان وده لديه كتله تصويتيه في مكان. يعني خلينا اوصفها بانها نوع من انواع سباق التتابع اللي بيساعد فيه افراد مع بعضهم، والمرشحين زي ما قال امين التنظيم كلهم مرشحين اصليين. والكسبان في النهايه هو الحزب اللي مرشح الناس. طيب خلينا اسالك في هذه النقطه، وده على لسان مش حتى بس بعض منتقد الحزب، لا ده بعض ممن يعني لم يصبهم الدور في مساله الدوائر المفتوحه دي، يعني اللي هم قالوا لهم اجتهدوا وانتم مكملين مع باقي زملائكم. قالوا اولا هذا اخلال بالفكره اللي انتم طرحتوها، النموذج بتاع المجمع الانتخابي. انتوا قلتوا ان في حاجه اسمها التزام حزبي، هتخش وهتخش في انتخابات داخليه واختبار سمعه واستطلاعات راي ومجمع انتخابي، واحنا هنقول في النهايه سين هو اللي هيكمل معانا. حسنا، دلوقتي انت عدد هايل من هؤلاء المرشحين انطبقت عليهم واختلف المعايير في دوائر فيها ما لا يكون محسوما، فده بالعكس ده يثبت انه هذا الحزب لديه من ينطبق عليه هذا القدر من المعايير. نمره واحد. نمره اثنين، انه انت هنا ده كله تحت مظله الحزب وباختياره ووفقا لاختياراته، مش انت منطلق من تطلعاتك الفرديه. لا طبيعي، بس هو الفردية. الحزب وضع القاعده وخرقها بالدوائر. ما خرقهاش على الاطلاق. هو قال انا اللي هرشحه هو اللي هينزل انتخابات، وقد رشح واحد واثنين وثلاثه في بعض الدوائر. راعي مثلا راعى مثلا معايير قبليه في الترشيح على مقاعد الكوتا في محافظات حدوديه بالنسبه لمقاعد المراه. انا لا اريد ان اكشف يعني كثير من تفاصيل هذا الموضوع، لكنه اعتقد انه يعني هو التعدد المنضبط الذي يضمن وصول كتل الاصوات بالكامل الى الحزب الراغب في هذا الامر. انتقاد من حيث الشكل في فكره ان الحزب وضع القاعده ثم خرقها بالدوائر المفتوحه، حضرتك رديت. الانتقاد الثاني من حيث المضمون، قال لك ان الحزب كده ضرنا ما نفعناش. من حيث ان احنا هنضرب في بعضنا وهتتفتت اصواتنا. مش مظبوط. انا بقول لحضرتك ما يقولون ان هنفتت بعض وهنضرب في بعض، وخصوصا بقى المحافظات اللي فيها قبليه وعائلات وطار ومش عارف ايه، وهنسلمها تسليم اهالي للمستقلين اللي معاك. غير صحيح. المستقلين اللي معاك اللي معاه هم اللي في حاله توتر شديده دلوقتي في خلال الساعات اللي فاتت بعد انكشاف هذا التكتيك الحزبي شديد الذكاء اذا جاز لي الوصف. ببساطه شديده زي ما قلت لك، راعيها هتلاقيها غالبا ودايما في المحافظات وفي الاقاليم حيث تتكتل كتل الاصوات للاشخاص. يعني مرشح للحزب الوطني من المركز امامه مرشح مستقل من المركز ايضا،
وفي الريف التابع لهذا المركز مرشح آخر للحزب الوطني. المرشح الوطني الذي يواجه المرشح المستقل في المركز ده معركة على كتلة أصوات، في حين أن المرشح الآخر للحزب الوطني في دوائر الأرياف لديه معركة أخرى مختلفة تماما على مجموعة من الأصوات. الأمور دي يعني هتبان في خلال المعركة المقبلة. أنت ترى ككادر حزبي أنه تكتيك ذكي؟ أنا أرى أنه تكتيك ذكي جدا، مش وأرى أنه بيؤدي إلى ثلاث ملاحظات أساسية كصحفي. واحد، أنه في جدية شديدة جدا في هذه المعركة بدليل اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب. اثنين، أنه لديه طاقات، أنه الحزب لديه طاقات مهولة، أنا أعتقد أنه بتتاح له فرصة عدم التخلي على نوابه الحاليين، وأيضا إضافة ما لا يقل عن 200 مرشح جديد. نمرة ثلاثة، أنه بيعلن استعداده لمعركة 2015 في معركة 2010. نمرة أربعة، أنه بيفسد أو بيعلن عن ورقة جديدة بيستخدمها في المعركة الانتخابية لم يكن يتوقعها المنافسين. خمسة، وهو الأهم، أنه بيؤكد أنه في صراع على كل كرسي، ما يعني أنه كل الكلام اللي اتقال على موضوع الصفقات السياسية فيما بين الأطراف في هذه المعركة غير صحيح، إذا كان كافة أعضاء الحزب الوطني بيتصارعوا على المقاعد بهذا الشكل. طيب، ده رد محترم يحمل وجهة نظر، وفي النهاية الأيام برضو ستؤكد. خلينا نسمع بقية وجهات نظر الحزب في خلال الأيام المقبلة، أنا متحرج من كشف مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع. لا، وانا محترم تحرجك، لكن في النهايه كمان الانتخابات هي اللي هتكشف وتحسم هل كان في تكتيك ذكي في هنا ولا خانهم التوفيق في هذا التكتيك. كويس ان انت نقلتني الى حسك الصحفي عشان